مريم افتكرت وبصت على السكرتيرة اللي لابسه جيبة اسود فوق الركبة وبلوزة حمرة ضيقة. عينيها كانت مفتوحة من الصدمة ان دي موجودة عند جوزها. مهما كانت الغيرة غريزة جوانا، حتى لو كانت الست عاقلة، ساعة الغيرة بتهرب منها كل حاجة وبتنسى اي حكمة. مريم مشيت كام خطوة ووقفت قدام البنت وجابتها من فوق لتحت. مريم كانت منزلة النقاب وتعبير وشها حكت كل حاجة. ادم بيقول استر يلي بتستر. ايه ده، انتي بتعملي ايه هنا؟ سوري يا فندم مش فاهمة تقصدي ايه. انا سكرتيرة مستر ادم. هي دي سكرتيرتك يا ادم؟ اهدي يا مريم، روحي انتي دلوقتي انسة كامي. كامي وانسة وانتي حبيبتي خارجة من بيتك كده؟ شوري فندم. شور يا حبيبتي. طب بصي بقى، من بكرة عايزة يكون لبسك في قمة الاحترام وتستري نفسك. احنا ما بنشغلش حد باللبس ده في شغلنا. وات؟ انت هتعملي فيها من امريكا. ماشي يا حبيبتي اسمعي. وقالت لها بالانجليزي ان اللبس ده غير لائق نهائيا وغير مقبول في شركتنا، وان هذا اللبس لا يغطي من جسدك شيء، فان لم تحتشم في ردائك اتركي العمل حالا، وليس لدي اي مبررات لاقولها لك. والان اخرجي. هو ادم باشا مش بيقبضك اخر الشهر ولا ايه؟ ولا يكون عليك اقساط ومش قادرة تشتري 2 متر قماش؟ مراد سامع كل الحوار من بعيد. السكرتيرة خرجت من تنفزة. الله عليكي في الانجليزي بجد، شابو ليكي. شابو والله. اقدر اعرف انت ازاي تشغل واحدة زي دي هنا؟ وبعدين ايه اللي يخليها تدخل حمام المكتب؟ وايه اللي كان مخليها ماسكة الجاكيت بتاعك؟ هي جاية سكرتيرة ولا ايه بالظبط؟ اهدي بس يا حبيبتي. ادم كان من جواه مبسوط وقلبه بيرقص، لان دي اول مرة من فترة تظهر غيرتها عليه. اهدى، ايه اللبس ده؟ ده مفرش الترابيزة أكبر من الجيبة والبلوزة اللي هي لابساها، والجيبة اللي فضلها خضة وتتفرتك على رأي مراد. مراد قلتيلي؟ مراد سمع الكلام وكان بيضحك إن أمه بتقلد كلامه، لكن اتصدم لما مريم جابت اسمه. البس يا معلم، والله ما هيعدالي بالساهل، واللي بنعمله في الناس هيطلع علينا. نسيب المهم ونمسك في مراد. غرم من ابنك وسايب واحدة قلعة؟ استغفر الله العظيم، دي مش لابسة حاجة يا حبيبتي. اهدي خلاص. اهدى، يعني انا لو شغاله في شركه وجايبه سكرتير راجل ولابس سلسله وشعره على الموضه ولبسه كمان زفت، كنت هقول لك اهدى؟ ده انا كنت قتلتك يا روحي. بس عايزه الصراحه، انت في الغيره شرسه. يا سلام، البنت دي تمشي من هنا يا تلبس زي الناس. حاضر يا روحي، صدقيني انا قلت لها كده. ده الحمد لله انك ما جيتيش هنا وشفتيها في اول يوم. كانت لابسه ايه؟ ولا حاجه يا حبيبتي، ما كانتش لابسه حاجه. خلاص بقى عشان خاطر دومي حبيبك، والله هي جايه فتره وهتمشي، لان السكرتيره واخده اجازه ودي مكانها لفتره صغيره. وبعدين انا ولا مليون واحده تاثر عليا، تنسي اللي في قلبي وساكنه روحي. ادم استحلف لمراد انه مش هيعديله الموقف ده بالسهل. اصبروا عليا يا مراد الكلب. محمد خرج من غرفه العمليات وراجع تعبان لانه ما شربش القهوه ولا نام كويس، وكمان ما اكلش حاجه من امبارح، ودخل مكتبه لكن اتفاجئ وقلبه كان هيطلع من مكانه. نور راحت الجامعة، وكمان نرمين صاحبتها ما جاتش واعتذرت، وحست انها مخنوقة وبتفكر يا ترى محمد في سبب معين للبعد المفاجئ ده، ولا يمكن يكون تعبان. ومن غير تفكير راحت على المستشفى، لكن كان في عيون بتراقبها وهي مش عارفة. نور. ايوه نور، واسفة اني جيت لحضرتك من غير ميعاد. محمد كان عايز يجري عليها ويشدها في حضنه ويقول لها انه كان بيموت من غيرها وانها وحشة. بتتأسفي ليه؟ انت تيجي في اي وقت. انا جيت اشوف حضرتك، قطعت معانا مره واحده وبعدت ليه؟ انا ما اقدرش اقطع ولا ابعد عنكم يا نور، انا بس احب كل واحد شويه، لان في شويه حاجات كده بقيمها في دماغي وفي اسئله كتير عايز اجابات ليها. طيب والتقييم والاسئله دي يخلوك ما تسالش حتى على ماما اللي استغربت بعدك فجاه؟ بصراحه انا قلت لنفسي انك ممكن تكون صدقت الصور اللي هشام عملها. انت اتجننتي؟ انت ازاي تفكري في كده؟ انا لا يمكن اصدق حاجه زي كده، انت تفكيرك راح لبعيد. غير كده انت بتهنيني وبتشكي في حب. غير كده انا اللي مراقب هشام وعارف كل تصرفاته، وعارف ان هو اللي اتفق مع المصور والمصور اعترف. يبقى هفكر فيكي كده ازاي يا نور؟ وحتى لو ما كانش في اي دليل، انا عمري ما افكر فيكي بالطريقه دي. انت امتى تفهمي قيمتك عندي وانك تبطلي تجرحيني بتفكيرك ده؟ بس انا بجد تعبت. نور استغربت من عصبية محمد، هي ما كانتش تقصد،
هي بس حابة توضح لمحمد إنها لا يمكن تعمل كده، وكانت عايزاه يرجع زي الأول معاها. إنتي عندك معروفة يا محمد، أنا وإنت أول ما فتحت عيني كنت إنت جنبي في أي وقت، كبرت وتربيت على إيدك رغم إن بابي كان بيغير علي، لكن بتصميم منك ومني أنا كنت حابة إني أكبر على إيدك، لأني كنت بحس إنك دايما فاهمني ومن غير ما أتكلم، حتى وإنت مغمض عينيك بتحس بوجودي، وده اللي مش قادرة أفهمه. أنا كبرت واحدة واحدة على إيدك، وكمان من غير ما اطلب مساعدتك كنت دايما الاقيك جنبي وتدعمني في اي وقت. كنت حابه لما اكبر ابقى صحفيه، لكن انت بتحدي منك غيرت مساري وحببتني في الطب ونفس مجالك. انت اللي بتشجعني على كل اللي انا فيه، والحمد لله بالمراجعه معايا واهتمامك بيا انا دايما الاولى على الدفعه. انت شيء اساسي في حياتي يا محمد، انت اخ ما تتعوضش يا محمد. محمد الدنيا سودت في وشه وقلبه دق اكتر، لكن من دقة حب لدقة يأس، وإنه خلاص نور بتعتبره أخوها، وضايق جدا اللي الكل عارف إن محمد بيحب نور، حتى رينو أصغر واحدة في العيلة عارفة بحب محمد لنور. معقول نور عامية للدرجة دي؟ ولا فعلا زي ما بابا قال إنه طول ما هو موجود معاها زايد الله عمرها ما هتشوفه طول ما هو قريب منها. محمد رحت فين؟ ما رحتش في حتة، وانتي بتعتبريني اخوكي فحب اقولك ان اخوكي ما عملش غير واجبه، وتفضلي بقى عشان مصدع. نور اتصدمت من محمد وزعلت جدا. شكرا واسفه اني جيت لك من غير ميعاد، اوعدك اني مش هكررها. محمد خبط بايده على المكتب. غبي، الصراع اللي جواك هيخليك مش عارف توزن الامور. نور نازله مخنوقه جدا لانها حاسه ان محمد طرطها بالذوق. كانت متعصبه لدرجه انها شتمت محمد في سرها وخرجت من المستشفى وشاورت التاكسي عشان تطلع على الجامعه او تروح على البيت. هي مش عارفة تاخد قرار. التاكسي وقف وركبت التاكسي. تحبي تروحي فين يا أنسة؟ ولف ليها، ولسه نور هتتكلم باب العربية اتفتح من الاتجاهين وركبوا جنبها ولدين من ناحيتين ومعاهم مطوة. نور لسه هتصرخ وبصت للسواق واتصدمت، كان هشام. مريم في المحاضرة وسرحانة ومش مركزة في أي كلمة، وكل دقيقة ترجع لذكرياتها من تاني إن يوسف اعترف بحبه ليها. يوسف وقتها قال لها كلام كتير وانتظر رد من مريم، لكن الدموع والفرحة هي كانت الرد على سؤال يوسف. قال لها لو بتحبيني اعملي اي اشارة او حركة. مريم بعد محاولات كتير من يوسف هزت راسها بايوة بحبك. يوسف كان اسعد واحد في الدنيا، وقال لها انه قبل الامتحانات هيكون متقدم لها، والسنة بالكتير هتبقى مراته قولا وفعلا. مريم فاقت من افكارها على اصحابها اللي قاعدين حواليها، وكل واحدة حاطة ايديها على خدها ومنتظرين مريم تفوق من حلمها اللي حركاتها وتعبيرها بتقول انها طايرة ومحدش قدها. مريم فاقت وصحباتها حاولوا معاها، لكن مريم خجولة ورفضت تقول اي حاجة لانه مفيش اي اثبات رسمي. ندى وفريحة كانوا في الحمام بيظبطوا الحجاب ولسه خارجين، وفريحة اتخضت لان حد شدها من ايديها وخدها في مكان بعيد شوية. فريحة اتصدمت لما شافت مرادها. انت يا اخي الله يسامحك، انت مش بتتصرف زي الناس العاقلين ابدا. اعمل ايه، وحشتيني. بقولك وحشتيني. مراد اتجرأ وخطف بوسة سريعة جدا من خدها. انت ازاي؟ انا ايه يا بنت؟ انتي ده انتي بنتي وبتاعتي وملكي، وكلها كام اسبوع وهاجي اطلبك رسمي. طب ركزي يا حمارة، عايزة تقولي ايه حمارة؟ طب يكون في علمك انا مش موافقة غير لما اخلص دراستي، قدامك على الاقل 4 سنين ماشي؟ مش مراد العدوي اللي يشترط عليه، انا قلت ان انتي بتاعتي وملكي، وعندي فيك يا فريحه الاسبوع اللي جاي هلبسك الخاتم، وكمان كتب الكتاب في وسط كل العيله، ولو سمعت كلمه 4 سنين دي او لسه بدري اما اخلص تعليم اعرفي ساعتها اني هقعدك في حضن امك، ولا تعليم ولا نيله. ورجع خد بوسه تاني بسرعه. بعد مرور حوالي ساعه واكتر نور فتحت عينيها وحاسه بصداع شديد، ولسه هتحرك ايديها كانت مربوطه. نور فتحت عينيها وشافت نفسها في اوضه عباره عن سرير وكنبه وترابيزه. نور على السرير متربطه واتصدمت لما افتكرت ان هشام هو اللي كان سايق العربيه. بعدها نور بصت حواليها وشنطتها على الترابيزه وتليفونها مرمي على الارض، ومش عارفه تفك نفسها لان ايديها ورجليها مربوطين ودموعها نازله، واول كلمه قالتها محمد، وافتكرت ان كده خلاص هشام هينتقم منها على رفضها ليه، وانه انسان قذر وممكن يتخطى مرحله الصور. بابي، مراد، زين، مامي، رينو. كانت منهارة انها حاسة انه خلاص دي النهاية، ولو هشام قرب منها نور هتموت نفسها. اتخبط لما الباب اتفتح ودخل هشام وقفل ورا الباب، وكان الشابين مستنيين برا في الصالة. المكان عبارة عن بيت قديم من دورين على طريق زراعي وسط الاراضي الزراعية، ونور كانت في الدور التاني. اهلا اهلا، شرفتي.
شرفت وكر المتواضع وحط المطوع على الترابيزة. يا يا حبيبتي أخيرا فكني يا شيموخة، خليني أمشي. أنت مش عارف خطورة اللي أنت بتعمله، بابي مش هيسيبك وإخواتي هيقتلوك. فكني واشتري نفسك يا هشام. حبيبتي اهدي، وإيه اللي هيعرف أبوكي وإخواتك؟ هما ساعتين زمن، هناخد منك حاجة بسيطة وهنقضي معاكي وقت حلو، وبعدين تروحي ولا كأن حاجة حصلت. نور دفت عليه، انت حيوان وسافل، انت أقذر حد شفته بحياتي، خرجني من هنا حالا. هشام اتضايق واتعدل وفك حجابها وانبهر من نعومة وجمال شعرها. آه سيب شعري. بص بقى يا نور، شايفة المكان اللي هناك ده قدام السرير؟ في كاميرا، وأنا بقى هعرفك مين هو هشام اللي اتضرب بالقلم منك ومن الحيوان بتاعك. أنا بقى هقضي أحلى وقت معاكي، ويا سلام لو تكوني شرسة معايا، وبعد ما أخد أنا وش القفص معايا اتنين صحابي بره من ساعة ما شافوكي هيتجننوا عليكي ومستنيين بالدور، وكل حاجة هتحصل الكاميرا دي هتسجلها. شايفة تليفونك اللي على الأرض ده؟ حبيب القلب اتصل عليك كتير وأنا كسرته، ولو حد عرف بس صورك والفيديوهات، ولو حد عرف بس صورك والفيديوهات هتكون كلها على السوشيال ميديا وهتبقى ترند. نور آدم العدوي بنت أكبر رجال الأعمال في مصر، شاهد أكبر فضيحة مع ابنته الكبرى وثلاث شباب في سرير، وساعتها احنا هنتحبس، بس هنتحبس كام يوم، وبابا هيخرجني لأنه غني جدا وأغنى من أبوكي 100 مرة. عارفة ليه؟ لأنه تاجر، ولا بلاش أقولك. لكن انت بقى وأبوكي اللي هيحط راسه في الأرض، ولا حبيب القلب اللي اسمه محمد، ساعتها ممكن يرميكي لانك هتبقي خلاص مالكيش لازمه، وممكن انتي تموتي نفسك من الفضيحه. نور بتسمع وعينيها على الكاميرا وبتعيط. محمد ارجوك يا هشام سيبني، امي ممكن ما تستحملش وتموت فيها، سيبني وخد فلوس زي ما انت عايز.